نعم. طيب هل هذا المخطط يعني أن تقريبا المعركة قربت على النهاية في تماما الخطوم؟ تماما. وزي ما قلت لك دي تقريبا هي الطلقة الأخيرة التي تجربها هذه المجموعة، إذا كان قوات الدعم السريع أو إذا كان السند السياسي بالنسبة لها اللي هو الحرية والتغيير، أو إذا كان الكفيل بتاعها واللي هي دولة الأمارات. وبفتكر أنه الأجهزة الأمنية الآن أخذت حيطتها بصورة واضحة وبصورة قوية جدا، وتتابع كل هؤلاء الناشطين الذين يقومون في هذه المسألة، وإن شاء الله يأتي الخميس ويمر زيه زي أي الأيام الثانية إن شاء الله. الخرطوم دكتور، الخرطوم الآن يعني العمليات يعني اليوم يمكن يكون كان في تمشيط كامل للمنطقة بتاعت الشجرة، واللي هي دي المنطقة المحيطة بالمدرعات فيما يطحين حولها من جبرة ومن الصحافات ومن كل المناطق الموجودة بتنظيمها بصورة كاملة. كذلك في المنطقة بتاعت أم بداد في أم درمان وفيها العمل بتاع القوات المسلحة وكذلك القوات الخاصة، ونفس العمل بنفس الصورة في المنطقة بتاعت بحري. ويمكن يكون من ضمن المسائل التي تم السيطرة عليها تماما اللي هو كوبري شنبات، واللي هو كان بيمثل يعني مكان التواصل بين أم درمان وبين بحري وبين الخرطوم، واللي هي أم درمان اللي بتمثل الإمداد الرئيسي بالنسبة للخرطوم وبحري. فتم السيطرة على الكوبري تماما إذا كان بالتواجد أو إذا كان بالاستهداف لأي حركة تمر. نعم. عبر الكوبري. فالمسألة ماشية بصورة مجملة، وما بفتكر أن المسألة سوف تطول كثيرا. بعد ذلك ينزل الجيش لكل المشابه الذات. نعم. وتكون عملية متزامنة يتم فيها تنظيم الخرطوم إن شاء الله. بأخذ نقطة وأختم معك في دقيقتين دكتور خالد. زيارات البرهان أو الجولات الخارجية، نتحدث عن مصر وقطر وجنوب السودان ثم أريتريا اليوم. نعم. هذا الختام، ختام الزيارات كان أريتريا. أهمية هذه الزيارة الأخيرة؟ نعم، أنا بفتكر طبعا هذه الزيارات هي واحدة بالمناسبة أخ محمد من التطمينات الكبيرة جدا التي كانت تقلق كثير من المتابعين للشان السوداني، وأنا واحد منهم. غياب العمل السياسي تقصد؟ اللي هو متابعين العمل السياسي لمعظم السودانيين، وبالذات القلق من المواقف بتاعت البرهان قبل 15 أبريل. يعني قبل 15 أبريل مواقف البرهان كان يعني ممكن تخلي الزول بأنه يفكر في أنه البرهان ده في أي لحظة من اللحظات يمكن أن يتصرف بعض التصرفات اللي بتكون يعني غير محسوبة، أو على الأقل لصالح القوى الخارجية أو لصالح قوى الحرية والتغيير بهذه الصورة. لكن الذي حدث اثنين مع بعض، أول شيء عملت وزنة كاملة بالنسبة للسياسي والعسكري. العمل العسكري كان متقدم جدا، لكن السياسي الداخلي والخارجي كان غايب تماما. خطابات البرهان وضحت بصورة جدا موقف هذا الرجل تجاه الحرية والتغيير وحتى تجاه الخارج. يعني في خطابه الأخير في الدمازين تكلم بصورة واضحة جدا عن الاتحاد الأفريقي والإيجاد، إنهم نحن يمكن نقول لهم مع السلامة. والمسألة الثانية بالنسبة للزيارات، يعني الدول يعني نفتكر في محطتين أخريتين بيكملوا الاطمئنان تماما، اللي هو تركيا زائدا السعودية. نشكر. نعم. شكرا جزيلا دكتور خالد حسين الباحث والمحلل السياسي السوداني، كنت معي طيلة هذه الحلقة من برنامج مسلمون حول العالم. شكرا لك. الله يكرمك، جزاك الله. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن وطيب المتابعة، وحتى نلتقي في أمان الله.